السلام عليكم الاخوان، خلتنا واحد السلعه جديده نشوف ان شاء الله تعالى شنو كاين. الناس ديال ميتي فيستي جاي راه كاينه موجوده، هي هادي ديال الشركه ماشي ديال الهند، الشركه انا خويا ميتي فيستي اللوغو ديالها ديال الشركه، الثمن ديالها بوحدها 370 درهم، 370 درهم بوحدها، 550 درهم عامره. هو البرودوي الاول اللي دخل كاينه بوفره. عندنا كذلك هنا نوت 10 6 في الرام، 128 6 في الرام، هو هذا حتى هو راه كاين ديسبونيبل، كاين غير في اللون الازرق، اللون الرمادي ها هو. موجود هنا عندنا كذلك فجينا في التيريتي راه كاينه باقا، باقي العرض الاخوان فيهم، العرض ديال الشمره باقي مستمر. وهنا فين عندنا الجديد ديال هذا الفيديو، هنا فين كاين، هنا فين كاين الجديد، ريدمي نوت 9 برو، ولكن ماشي 8 في الرام، 6 في الرام، 6 في الرام، كنتسناو في 8 في الرام، هما سيفطوا لينا 6 في الرام، ولكن سيفطوا لينا 6 في الرام، لوين جديد، لون جديد، 6 جيجا في الرام نكتشفوا جميع، هي هادي النوت 10 برو، 6 جيجا في الرام، الثمن ديالها كدير 3100 درهم، عندنا واحد اللون جديد، كنا شفنا اللون البرونز والكري، اليوم جابوا لنا لون جديد فيها هو اللون الأزرق، اللون الأزرق. حنا غادي نشوفوه، نشوفو اللون الازرق كيفاش داير، هذا راه اول مره غادي يخرجوه ديال الشركه، ديال الشركه وهذا هانا سيدي، انا اللون الازرق كيفاش داير فيها، اللون السماوي لوين ناضي الصراحه، شتي هذا يعني لوين خطير، اللوين هذا راه يلاه خرج اليوم تقريبا، انا نشوف هذاك الكري يا خالد عطيني داك الكري، ندير واحد العرض الكري كيفاش، البرونز ديجا ورينا ياك حسن، اللون الازرق هو هذا، لون جميل جدا، اللون الرمادي ها هو، شوفوا اللون الرمادي ها هو هذا، اللون الرمادي هو هذا، شتي اللون الرمادي، وهذا اللون ازرق، ازرق ازرق مع الابيض بحال الشيبي، بحال الشيبي اللون ديال السما، شتي لوين زوون الصراحه. دابا عندنا ثلاثه ديال الالوان، عندنا اللون الازرق، وعندنا اللون الرمادي، وعندنا البرونز، عندنا البرونز، هاد الكميه دخلت كامله الاخوان اليوم، دخلت 20 بياسه كلها زرقاء، كلها زرقاء. وبالنسبه للناس ديال اللي كيتسناو ريدمي نوت 10 برو 8 جيجا في الرام، ما كايناش لا اليوم لا غدا لا الحد لا الاثنين، عطاونا موعد ديال نهار الثلاث يوم الثلاثاء ان شاء الله، هادشي اللي قالوا لنا. دونك صفر الرام راه ديسبونيبل الاخوان، كاين في اللون الرمادي وكاين في اللون الازرق، تبارك الله عليكم وتحيه لكم.